إغماض العينين في الصلاة والجهر أيضا بالسرية. غمض العين في الصلاة من المكروهات في قول عامة علماء الأمة، وهذا فيما إذا لم يكن له داع. أما إذا كان للإغماض داع كأن يكون مما يدفع الإنسان به عن نفسه التشويش، مثل أن يكون حوله مثلا يعني حركة وذهاب ومجيء فأغمض عينه في صلاته لينصرف عن التفكير في هذا، فهذا إغماض عارض وهو لحاجة لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما ما يفعله بعض الناس من الإغماض لطلبا للخشوع بدون أن يكون هناك داع، ففي هذه الحال نقول هذا مما نهى عنه سلف الأمة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هو من فعل اليهود، فينبغي تركه، وعامة العلماء على أنه مكروه، فهو من مكروهات الصلاة. إذا نحن نقول الإغماض له حالان، حالة مكروهة وحالة جائزة. الحالة المكروهة إذا لم يكن له داع، أما الحالة الجائزة فهي ما إذا كان فيما إذا كان هناك تشويش حركة ناس، مثل لو كان في الحرم على سبيل المثال بين يديه الطائفين واحتاج إلى أن يغمض، أو مثلا صلى في مصلى فيه تصاوير ورسمات وكذا وأشياء تشغله فأغمض عينيه لا حرج.